نجد أنفسنا في مدينة تل أبيب وقد التقينا بكم بزملائنا الكرام من الصحافة، فللأسف الشديد لا يمكن أن نوفر لك ما يكفي من المعلومات بشأن العملية العسكرية وبشأن المفاوضات، فنحن محدودون من حيث حجم المعلومات بغية عدم تدمير منطق المفاوضات، فبتبع من الممكن أن يكون هناك مختلف التفسيرات، الأمر الذي سوف يؤثر سلبيا على التفاوض بين الطرفين. فلذلك فيما يتعلق بالمفاوضات فإن المعلومات سوف تكون محدودة. Because we are trying to provide as little information as possible, just following the logic of the negotiation process. We have made an agreement with the other side that little information on the negotiations will be provided. We are just following our communique. وأنا سأضيف بعض الأشياء. وفقا لما تم الاتفاق عليه، فإن موقف روسيا الاتحادية قاس جدا. ففي حال لم يكن هذا الموقف غير قاسي لما شاهدنا هذا الهجوم، ولكن موقف القوات المسلحة أيضا قاس جدا، فلذلك سوف تكون المفاوضات قاسية ومعقدة. But the position and the standpoint of the president of Ukraine and of the head of the armed forces, commander of the armed forces of Ukraine, is also tough. Therefore, the negotiations will be also tough, but they will be going anyway. فأنا أريد أن أشير إلى ثلاثة عوامل أساسية لعملنا. فاليوم فإن موقف أوكرانيا في التفاوض يهدف إلى ضرورة التعاون مع جميع شركائنا في الدول الغربية. وثانيا وهذا مهم، الرئيس زيلينسكي وبشكل دقيق لا يريد أن يقدم أي تنازل أو يستسلم من حيث السيادة الأوكرانية، مثلما يكون اليوم في بعض المناطق التابعة للسيطرة الروسية في أوديسا ونيكولايف. Our country and the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. بيرش توه وين. وأكثر من ذلك فهناك وضوح كامل للإجراءات التي من الممكن اتخاذها ونحن نتفاوض مع الطرف الروسي، ولكن أيضا قائمة الإجراءات التي من المستحيل اللجوء إليها. وثالثا لكي يفهم الجميع، فهذا الوفد السيد دافيد وأنا ومختلف الممثلين من هذا الوفد بما في ذلك ألكسي ريزنيكوف وزير الدفاع، فنحن نفهم وندرك الهوية وعقلية جميع الذين يمثلون الوفد المقابل، بالإضافة إلى إمكانية أن تكون هناك فخوخ أو فخاخ خلال هذه المفاوضات. فنحن ندرك طموحات الطرف الروسي بشكل واضح، نحن ندرك ما تريده روسيا الاتحادية، فنحن لسنا فقط موجودين في المفاوضات، نحن نعرف ما الذي تفكر فيه روسيا الاتحادية وما هي الطموحات خلال هذه المفاوضات. Who are included into the negotiation group, me, David, we also have the Minister of Defense, Alexei Reznikov, with us. We all have an advantage in the fact that we understand the motives of the Russian Federation. We don't just go to the negotiation process and try to listen to what they say. We clearly know where they are going, in what direction they would like to lead us. So it's really comfortable for us to work within this process when we realize what the motivation behind all that is. Я пропоную, можливо, щоб والآن أنا أقترح قصر القول بعد المستجدات أيضا أو الأسئلة. تفضلوا بتعريف وكالتكم. وأيضا نريد أن أضيف، فدعونا لا نتحدث عن التفاوض فحسب، ولكن عن كل ما يحدث في أوكرانيا من هذه الحرب والأمور الأخرى.
has about this situation and the country, about the war and all the other things. Викали цю спільне. Запитати про слова Арестовича перед вашою першою поїздкою на перемовини. Він говорив про позицію переговорної групи. Потім сказали, що це все-таки його власна позиція. إن رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصر على أن الدولة الروسية هي التي تملي الأجندة لهذا الحوار وهذه المفاوضات، وماذا بشأن الأراضي التي ترفض القوات الروسية انسحابها منها؟ وما هي المواقف الروسية التي من المستحيل لكم قبولها؟ إلى حد الآن نحن لم نقدم أي انتداب للتعبير عن أي مواقف خلال هذه المفاوضات، فإن الدولة الأوكرانية هي التي يفترض أن تعبر عن أي موقف بشأن هذه المفاوضات، فبعد كل جولة نحن نقدم التلخيصات بشأن هذه المفاوضات، فنحن نطالب بسحب القوات الروسية. فيتبين أن هذا القصر في المعلومات المقدمة كل ذلك يحول دون أن يكون هناك فوضى في تفسير النتائج للمفاوضات. And the question was whether this is really the standpoint of the whole negotiation group or only the standpoint of Arestovich himself. And the answer is that this is the standpoint of Mr. Arestovich because he has not got the mandate to decide for the whole group. And we have a clear standpoint which we are trying to convey, the message we are trying to convey within these negotiations. But we have decided right at the first meeting within the negotiation process that we won't have any messages for press. It will be kind of closed negotiation process. We just have a picture at the beginning of the meeting, then at the end of the meeting, and we have a follow-up communique informed to the public and to the press right after the very negotiation meeting. Sir, the Kremlin has denied a request for direct dialogue. إن الكرملين قد نفى إمكانية الحوار المباشر بين رئيس زيلينسكي وبوتين. ما هو تعليقهم على ذلك؟ نحن أدركنا هذا السؤال. إذن الرئيس زيلينسكي لم يحاول أن يكون هناك أي حوار مباشر باستثناء بعد الدعوات، فلم يكن هناك طلب رسمي مرسل إلى الكرملين بشأن اللقاء والحوار والمكالمة، فأعتقد أن ذلك منطقي لأنه قبل أن يكون لدى الطرفين التفاوضيين أي مشروع للنقاش بين الرئيسين. أعتقد أنه من السابق للأوان ومن المبكر أن نتحدث ونشير إلى المكالمة بين الرئيسين. هل تعتقدون أن روسيا الاتحادية تماطل في هذه المفاوضات؟ نحن نعتقد أن روسيا تأخذ بالحسبان على محمل الجهد قضية وقف إطلاق النار، فإن الطرف الروسي يضغط علينا من حيث وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية، لأن ذلك هذه العملية العسكرية تلوث سمعة روسيا الاتحادية، فكل العالم يشهد عملية القصف على المناطق السكانية، فلذلك هم خلال هذه المفاوضات يحاولون إظهار أنهم ليسوا وحشين وعنيفين إلى هذه الدرجة. ولكن هل تعتقدون أن المفاوضات سوف تؤثر إيجابيا؟ وما هو التقدم بشأن وقف إطلاق النار؟ يوم أمس نحن اتفقنا على نقطة مهمة بشأن بروتوكولات وكيفية تسوية الممرات الإنسانية وإبعاد المدنيين أو إجلاء المدنيين من المناطق للصراع، وأيضا فيما يتعلق بحوالي 5000 طالب من الهند ومن الصين ومن الدول الأخرى، وكيفية إجلائهم. Щодо відкидання такої опції прямий діалог із Зеленським Путіним, і відповідь прозвучала так, що в принципі таких спроб і не робили, тобто відкидання було. Також щодо питання було щодо того, чи сприймають росіяни ці переговорні процеси як щось реалістичне і таке, що їм потрібне, чи це така своєрідна гра. І відповідь, що вони насправді навіть пришвидшують ці процедури в тому плані, що вони приїжджають за день до переговорів і вони поспішають, тому що насправді вся ця ситуація дуже
шкодить іміджу Росії в очах світу, от те, що вони стріляють по мирному населенню і так далі. Тому вони фактично сприймають ці переговорні процеси всерйоз. І вчора навіть було узгоджено певні домовленості щодо евакуації, щодо створення гуманітарних коридорів. Сподіваємося, що ці домовленості справді будуть досягнуті, тому що у нас в Україні є чимало іноземних студентів, зокрема з Індії, з Китаю, зокрема в Харкові, і потрібно посольства цих країн також давлять на Росію, звичайно. فإن سفارات تلك الدول أيضا تضغط على روسيا الاتحادية بسبب قصف المناطق المختلفة في المدن الأوكرانية بما في ذلك مناطق حيث هناك توجد سفارات تلك الدول وأيضا الضغوط لكي يتسنى إجلاء الطلاب الذين يدرسون وكانوا يدرسون في المدن الأوكرانية في الجامعات فنحن أيضا نتعاون مع شركائنا بشأن تسوية هذه الأمور حيث هناك مختلف المواطنون يعانون من هذه الحرب فلذلك يتبين ويبدو لي أن فكل هذه الوقائع تساعدنا في حل المهمة الإنسانية. Our permanent ongoing partners, but the support from the overall international community whose students and whose people are staying because everybody sees the images and the pictures and the videos. And this actually plays into our hands. That is our advantage. ولكي يفهم الجميع هذا الأمر فإن روسيا الاتحادية عندما كانت تخطط لهذه العملية العسكرية فهي كانت تعتقد أن العملية سوف تكون قصيرة الأمد ولكن بعد 9 أيام نحن وكانت تعتقد أن هذا سيكون بمثابة مسيرة مريحة من وجهة نظر العسكرية ولكن هذا التخطيط فشل تماما ولحد الآن نحن قد نجحنا في جعل وتحويل هذه الحرب إلى حرب طويلة الأمد ونحن نعتقد أن هذه كارثة إنسانية في وسط أوروبا فبما أن هذه العقوبات التي تفرض على روسيا الاتحادية سوف تؤثر سلبيا وبشكل صعب جدا على الاقتصاد الوطني فهذا الأمر سوف ينقلب على روسيا ما يعني أن روسيا اليوم مستعدة للوصول إلى بعض الحلول التي سوف تصب في مصلحة كل من روسيا وأوكرانيا على حد سواء فقبيل المرحلة التفاوضية كان هناك موقف روسي ولكن الآن يبدو أن هذا الموقف تغير فبما أن الجميع يرون أن القوات الأوكرانية تقاوم وبشكل غير مسبوق ولم يكن أحد يتوقع مثل هذه الدرجة من المقاومة أما الآن فنحن نرى الوضع العسكري فنحن أيضا نحصل على دعم العسكري فإن الروس كانوا يعتقدون أن العملية سوف تنتهي بعد 3 أيام بالتلويح بالأعلام الروسية في كييف And that is why the consequences which result from the package of sanctions imposed by our Western colleagues will definitely have some consequences, but then this will take time to see those consequences. And Russia already understands, according to their initial plan, by the way, there were supposed to be only 100 soldiers who perished in the war. And now it's already a different situation because there are battles going on around a lot of large cities and towns of Ukraine. And we are speaking already about the humanitarian crisis. And definitely Russia now understands that the package of sanctions will lead to grave consequences for their country. And therefore now their standpoint at the negotiations is different. It was supposed to be only in favor of Russia. And now this decision, which they are willing to reach, would also be supposed to be in favor of Ukraine as well. And by the way, the initial plan was that this will all end in 3 days, and that will take Kyiv, and there will be the Russian flag about the Verkhovna Rada of Ukraine. And there was no military help from the Western partners in the first 3 days, because actually everybody expected that Ukraine will fail, and nobody expected that our army and our people will fight the way they are. وإشارة أخرى فهناك عدة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الحقيقية بشأن الحرب في أوكرانيا أما بقية القنوات فكل ذلك شائعات فحسب فإن من لا يعرف هذه القنوات فبالطبع هناك فرق
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه المفاوضات، فلذلك نحن نطلب منكم استخدام القنوات الرسمية فحسب.